الرحمن الرحيم. هناك من يسأل عن مفهوم الإكراه وعن المفهوم الذي ورد في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كيف نفهم لا إكراه في الدين؟ إذا نظرنا إلى التفصيل التالي: أولا، هل لا في قوله تعالى لا إكراه في الدين هي لا النافية أم لا الناهية؟ هي هنا نراها أنها هي لا النافية، أي أن جنس الإكراه في الدين غير موجود، أن الذي يستعمل الإكراه هذا ليس بدين إطلاقا. لذا إذا قلت أنا لإنسان لا ماء في البيت، أنا لم أقل له أن يشرب أو لم أقل له أن لا يشرب، قلت له أن جنس الماء غير موجود. لذا الإكراه أصلا غير موجود في الدين، وهذا يجعل الانفصام بين الدين والسلطة. السلطة والدولة تقوم على الإكراه. الدولة، السلطة في الدولة إذا لم تملك أداة الإكراه فهي ليست بسلطة أصلا وليست بدولة. الدولة أساسها أن يوجد فيها هيئة تملك أداة الإكراه، وأن الدين الإكراه أصلا غير موجود فيه. الدين يعتمد على سلطة اسمها سلطة الضمير فقط. لذا الدين يأمر وينهى، يأمر بالشعائر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، يعتمد على سلطة الضمير في هذه الإقامة. في قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، نحن نرى الطاعة لله وللرسول تعني عدم وجود الإكراه، تعني عدم وجود الإكراه أصلا، لأنه عكس الطاعة هو الإكراه، عكس الطاعة هو الإكراه. وبالتالي عندما قال نفى جنس الطاعة فالسلطة الإكراه غير موجودة في الدين. فالدين يأمر وينهى ويحرم ولا يمنع. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة لا تمنع الفحشاء والمنكر. أما السلطة فهي تأمر وتنهى وتمنع ولا تحرم. لا يحق للسلطة أن تحرم إطلاقا، الحرام فقط لله، الحرام فقط لله، السلطة تشرع. وعندما قال أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول يقول عن الطاعة بملء الاختيار، يقول عن الطاعة بملء الاختيار. بينما إذا قلنا وسلطة والدين يملك سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدين يملكها، ولكن كما شرحنا سابقا سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تملك أداة الإكراه. وكل وسائل الإعلام أو السلطة الرابعة من صحافي ومجلات وقنوات تلفزيونية لا تملك أدوات الإكراه، تملك سلطة التنوير الأمر والنهي فقط. وهنا والمجتمع المدني يقوم على هذا الأساس، أن سلطة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي سلطة لا تملك الإكراه، فلذا فهي سلطة منفصلة عن الدولة، فهي منفصلة عن أداة الإكراه، أداة الإكراه لا تتدخل فيها، وهي لا تملك أداة الإكراه لتفرض آراءها. وهكذا تقوم الدولة المدنية، تقوم على مبدأ أن الدولة بالتشريع تمنع، والطاعة لم يقل إطلاقا الطاعة إلا لله وللرسول، لأن الطاعة بملء الإرادة، والرسول والرسالة فيها قوانين، أي أن الطاعة للقانون. والنبي مارس الحرب ومارس القتال من مقام النبوة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والنبي مارس الدولة، مارس رئاسة السلطة من مقام النبوة، لأن أنبياء بني إسرائيل، ملوك بني إسرائيل كانوا أنبياء ولم يكونوا رسل، والرسول من مقام النبوة مارس السلطة. لذا يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لذا نقول أن النبي قاتل الكفار. فالسؤال الآن
من هم الكفار، ولنعلم أن سلطة الدين تختلف عن سلطة الدولة، وبالتالي هما لا يجتمعان. أي إنسان يمارس السلطة ويمارس الإكراه باسم الدين فهو متعدي على الدين، وهو لا يمكن أن يكون إلا ديكتاتور. ولا يمكن للدين أن يكون إيديولوجيا للسلطة، لا يمكن للدين أن يكون إيديولوجيا للسلطة، لأنه سيمارس الاستبداد والطغيان باسم الدين. والسلام عليكم.